وفي هذا السياق فإنني أرجو منكم المساعدة ونرجو إسداء العون والدعم إلينا جميعا. وقد سمعت وشاهدت الكثير من الكلمات والجهود الداعمة والمشجعة في كثير من المنتديات الإقليمية. وقد شعرت أيضا بالتضافر السياسي والاهتمام السياسي من كافة المستويات على دعم هذه القضية. إن الصورة أمامكم واضحة الآن. إن علينا أن نسعى جميعا من أجل سد الفجوات المتصلة بهذه القضية. ومن ثم فإننا علينا جميعا أن نضافر الجهود من حل هذه من أجل حل هذه القضية. جميع الشركاء عليهم أن يتعاونوا. لأنها قضية ولا سيما وأن هذا الموضوع سوف يطرح على اللقاء بين سيادة الرئيس السيسي وسيادة المستشار الألماني. وأمل أننا اليوم في خلال مناقشتين اليوم ومناقشات الغد الوصول إلى اتفاق يطيح حل هذه المشكلة. وأطالب جميع الحاضرين اليوم باستخدام واستغلال كافة الفرص وكافة الإمكانيات المتاحة ومن أجل مناقشة هذه الموضوعات المتصلة بقضية المناخ وتغيرات المناخية استعدادا لقمة المناخ كوب 27. وأشكر السيدة أنالينا على اهتمامك ومشاركتك الفاعلة في إنجاح هذا الحوار. وقد كان لهذا الأثر أثر كبير، كان لهذه التعاون أثر كبير على إنجاح هذا. أشكركم جزيلاً.